من لا يعرف الخليلي الذي شارك في مسلسل حرب الهجن؟ هذا يتعرض اليوم لحالة مرضية محزنة، نتمنى الوقوف مع هذه الحالة، حيث أنه يعاني من كسر في الحوض تصل العملية إلى 1,800,000 ريال بعد حادث شنيع على خط الحديدة صنعاء. 800,000 قالوا تلفون تقريبا قدها 1,800,000. يا لطيف يا لطيف، سميها كذا بس. الله يعينك إن شاء الله، إنها الناس كلها تتعاون معك، وهذه زيارة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، أنا مؤمن بالقدر الخير إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. أما وزنك ما ورشي حرمك يا ما تطعم معك أحمد هيد يا مجنون. الخليلي يرقد الآن في مستشفى الجمهوري وهو بمحاجة مساعدة الجميع. للتواصل على رقمه الخاص في الفيديو. لكم الأجر من الله. طيب يعني من فوق الجبل فلت والله، كيف؟ نزول منزول اي والله، فتين ولا فوم ثانية، قرح متاير. قرح متاير يعني؟ اي والله قرح. لا اله الا الله. وفلت من فوق الجبل بني منصور مرتفعة. ايوه نزول، انا نزل سليها. حسبي الله.